الجيش الجمهوري يحب يصلك؟ عملنا ثورة دونك لذلك الحمد لله. متسائل؟ أكيد. خاطر ديما تقريبا ما كنتش متسائل. لا لا ديما السلام. أنت واحد من قيادي عبد حماية الثورة بالكرم. رجال الثورة بالكرم. رجال الثورة بالكرم. رجال الثورة بالكرم. شنو الفرق بين رجال الثورة ورابط حماية الثورة؟ أولا الوجود بتاعنا احنا يعني كتأسيس وكمجموعة قبل الرابطة وقبل مجال حماية الثورة والكلمة بتاع رجال الثورة بالكرم هي كلمة طلعت نهار 14 نهار 13 نهار 13 وقت بن علي عمل الخطاب بتاعه وقت اللي الإعلام التونسي قاعد يمجد في الخطاب هذاك منهم سيادتك نوفل عباد دغيش وقت خرج ونساء قاعدة تزغرت ونساء فرحانة وامي طلعت لي قالت لي الحمد لله وليدي هاك العباد فرحانه وفات المشاكل وفات كل شيء وقتها هبطت نجري كنت على الفيسبوك نحارب كيفاش العباد فرحانه باليوتيوب الحل هبطت وقتها اللوته تضحكوا وتغنيوا وتزغرتوا فرحانين والدم نتاع ولاد الكرم مازال فيه لهنا ولا وقتها السروال بتاعي مازال فيه الدم ما لحيتوش وكنت بالمناسبه باش نجيب بيه قلوبه خاطر عمل ما تخسرش منقى في ريحه ما يشبهها من الدم نتاع ولاد حبشي مازال وقتها موجود عيطت كلمة قلت كلمة وقتها وجيت في بلاصتها وين هالرجال بتاع الكرم؟ وين هالرجال اللي ولاد حمتها ماتت؟ من وقتها تسميت رجال الثورة بالكرم والحمد لله من وقتها مازلنا مواصلين المشوار بتاعنا ومانيش باش نتراجع ومانيش باش نعرفوا ان شاء الله. ما عرفتش تو نتفق ولا نقوم لا لا ما تفقش وما تقومش تبكي انت قمت بلاصتك بتاعك نهار 13 جونفي. ايه ما عنديش نقول لك تو انا متفق بيه اللي انت بيه هنا مش باش ندخل معاك في مهاترات.